الغرفة الجنائية لمجلس قضاء سطيف الحكم المستأنف ضد رئيس وفاق سطيف حسان حمار، وتم إدانته بخمس سنوات حبس نافذة بتهمة خيانة الأمانة حسب المادة 41 41 من قانون الفساد، وهذا في قضية التعاونية العقارية أم الحياة. وصعيد آخر، مثل ثلاث مسيري لوفاق سطيف أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سطيف في قضية تزوير تذاكر لوفاق سطيف أمام الأهل المصري. رحت ليه لاجونس وشيت عليه ديته مليار 930 مليون، قال لي زدي سلك البياد، زدت سلكت البياد، سلكتهم سلكتهم. بعت ذهبي طيف كامل درت ليه، اللي يروح لي يقول لي ما عندي لا عقود لا حمر لا ولا لا ارض. ونروح ما نلقاش حاطني مره في القائمه. وليت معلي غا دخل دار الشرع. المشكل ما يا حمار عندي من سنة 2000 وانا نتبع به. انو كنعطيكم انا راه عندي القران راه منا انا من ويطيش فينا، روحوا لي عندنا ما لقاوش مره، ما عنده لا بيرو لا بلاصه لا والو. وحكموا عليه، حكموا عليه خمس سنين، بصح خمس سنين غياب يا اخي. ونطالبوا به، طالبوا به الدوله تاعنا هذه، وحنا عندنا كونفيونس بالدوله، عندنا كونفيونس في القضاة. 11 نسنا من 2011 وحنا نشارعوا في الخيال، حمار وراه حمار ما كانش. وراه شرعوا في شبحنا غياب استئناف غياب استئناف غياب استئناف.